ايه يا علي؟ ايه والنبي يا علي؟ لولو مشيتك عايمه كده ليه والنبي؟ استنى والنبي استنى. في ايه علي؟ قول والنبي ضحكني معاك. ابدا اصل العيال اصحابي منزلين شويه بوستات تبقى موت من الضحك. بجد ايه حاجات قبيحه؟ لا قبيحه ايه؟ لا لا عادي مش قبيحه. وانت طبعا عمال تعمل لهم لايكات وكومنتات مش كده؟ ايوه طبعا مش عجبتني. عجبتك ها؟ طب ما انا طول النهار بنزل حاجات يا علي، ما لا لايكات ولا كومنتات ولا حتى بتعبرني. منشف ريقي يا علي، معنى كده الحاجات اللي انا بنزلها مش عاجباك مش كده؟ يا حبيبتي منشف ريقك ايه بس الاوفر ده يا انجي؟ حبيبتي ما احنا قاعدين مع بعض في البيت اهو، اهو ادي لايك اهو، انا اي لايك يو، اي لايك يو كده لايك. ايوه اعمل لك كومنت دلوقتي جوه في اوضه النوم، ايه رايك؟ اللي انت عايزاه اعمله لك يا حبيبتي، احنا مع بعض في بيت واحد. طيب يا علي، بص يا علي، الدكتور قال لي كلي كل حاجه الا الاونطه تبقى تقيله على معدتك. ده اكيد دكتور الحمير اللي وصف لك الوصفه دي. حمير؟ انت بتشتمني يا علي؟ طبعا ما انت مش طايقني ولا طايق تشوف لي بوستات ولا تعمل لي كومنتات. طبعا هتتلككي لك العاده وتطلعي همك فيا. في ايه يا علي؟ انا بتلكك لك؟ قصدك ايه؟ قصدك ان انا عايزه اتخانق واعمل مشاكل وان انا نكديه؟ ايوه يا انجي انت نكديه 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 وبنت ثلاثه يا علي. طب ايه رايك بقى؟ ما تتكلمش معايا، لا لسانك يخاطب لساني ولا تيجي جنبي ولا بص بقى خصومه. ماشي، مع ان في اتفافه برقه يا جامع انها جت منك كده يا علي. انا كنت بهزر معاك بس بقى انا بجد زعلانه 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 زعلانه. طز فيك. لا حول ولا قوه الا بالله. وفي زعلانه يما. بقول لك ايه يا كمالة، مش كل يوم مولع عكنانة ده على نافوخي. لا ده مش موال، ده اسمه موشح يا حسين. واصبر عليا بقى علشان انا داخله لك بالطقطوقه. طقطوقه؟ اه الطقطوقه دي انا بعد ما اطف فيها هدشها في نافوخي. ايه يعني؟ في ايه؟ في ايه؟ اكلت بره في الشارع لقمه خفيفه؟ ده هو طاجن كوارع على شويه عكاوي على شويه ممبار على شويه طحال على شويه فشه وكرشه وشويه بطاطس محمرين، كلام فاضي يعني. حاجه بسيطه بسيطه خالص. ما هو مش انت اللي بتنزل السوق وتنقي وتتبهدل وتتخانق؟ الوليه منها لله، ليها كلها كانت في اسناني كانت هتموتني يا حسين. وليه مين؟ ام جرجير بيعت القوطه. تخيل بعت لي الملوخيه بكام؟ بخمسة جنيه يا حسين، واضطريت طبعا اشتري منها الملوخيه عشان حضرتك، وغسلتها وقورتها وطبختها. بس انا واحده بقى قورتها؟ هي ملوخية بقى بتتقور اليومين دول يا كاميليا؟ ما تغيرش الموضوع يا حسين، انا ضهري وجعني وانت جاي تقول لي انا جاي شبع علي يا كاميليا. اهو بص ثانية واحدة في البق بقى اهو. ما تشوفش الواحد مبسوط الا لما لازم تنكد عليه. بقيت نكدية يا كاميليا، بقيت عبارة عن ثاني اكسيد النكد اللي في الهوا كله. بطل ظلم، انا بنكد عليك لما بتبقى مزقطط بس، لكن لما بتبقى مبسوط عادي ما بنكدش يا حسين. ها لا انت نكديه يا كمال. بقى انا نكديه؟ ماشي يا حسين. تحب يا حسين تخش تريح شويه قبل ما اولي النكد الحقيقي، ولا اجيب لك حاجه سخنه ونبدا النكد؟ حاجه سخنه. ها انت تقومي تعملي كوبايه شاي بنكد تجيبها لي في البلكونه عشان اشربها. يبقى بسم الله توكلنا على الله، نبدا النكد يا حسين، نبدا النكد يا حسين. انا خلاص طيب حياتي كلها بقت نكد في نكد في نكد، مش معقول يا علولي. هو انت مفكر ان انت بس اللي معمول لك اوردر بالنكد؟ نيفر، انا حبيبي عندي جوز نسوان بيتاجروا في النكد وبيصدروه بره كمان. اقربها امبارح. حصل ايه امبارح؟ احكي لك. كنت ماشي في الشارع لقيت 200 جنيه واقعين على الارض، وانت عارف ان ضميري صاحي لا يمكن ابدا ان انا اقبل اخد فلوس مش بتاعتي. قلت هعد لغايه 3، لو صاحبهم ما ظهرش يبقوا بتوعي. غلطتش؟ لا ما غلطتش. صاحبهم ما ظهرش، خدت الفلوس ورحت للواد عبده الفكهاني، جبت شويه موز على شويه تفاح على شويه حركات. غلطتش؟ يا دي النيله قرفتني، قلنا ما غلطتش. اهو من الواضح كده ان انا غلطتش. حصل ايه؟ واحكي لك ليه؟ ما تيجي نشوف.
بطلي تلعبي في حاجتي، شرباتي ناقصه. وانت حطيتي كلو على هدومي ولعتيلي فيها كلها وبوظتيها. دي نظافه يا عدمت النظافه، غسلك مقرف. عارف الهوا شاشي وانت ما تدراشي يا جدع. انا جيت يا ما جاب الغراب لامه. انا تعبت قوي، يعني اجيب لكم فاكهه تقولوا لي يا ما جاب الغراب لامه، اجيب بسبوسه تقولوا لي يا ما جاب الغراب لامه، اودي الحاجات دي لامي واخلص. يا شقي شكلك ناوي على شقاوة النهارده، جايب لنا فاكهه. ولا تلاقيه عامل عامله وبداري عليه، ولا تلاقيه اتجوز التالت هفتح نافوخه يعملها. ما هو راجل رمرام. انا راضي ذمتكم، ده وش غراب. لا بصراحه ظلمنا الغراب. ده وش حدايه، ده وش فقر، ده وش بومه، ده وش اجرام، ده وش سجون، ده وش يقطع الخميره من البيت، ده وش دوكو. اه فعلا وش عايز وش دوكو. في وش تاني؟ لا مفيش. شوفي يا علولي، انا صحيح ما بثقش فيك بس هشهدك، دي عمايل يعملوها وانا داخل عليهم بفاكهه ومروق عليهم. ما بصراحه شريف لا انت تطاق ولا هم يطاق، وبعدين دي نسوان تدخل عليهم بفاكهه، دول اخرهم تخش عليهم بسطرمه وحلب حصى عشان في الاخر ترجع. علولي واتش يور لانجوج، دول بردك مراتاتي وانا ما اسمحلكش. طب انا راضي ذمتك، دي نسوان يتقعد معاها. والله يا علولي بص، يعني انا عارف ان هم حلوين وامارات ويا سيدي من حقهم يتدلعوا ويعملوا اللي نفسهم فيه، بس مش كده، زي ما جمال الشكل مهم لازم يعرفوا ان برضه جمال الروح مهم. انا عايش في مأساة يا علولي. غير بقى اللي حصل ده، في موقف تاني حصل. بقول لك ايه، انا مش قادر احكي، ما تيجي نشوف. واضح فعلا ان الغراب عرف يجيب لامه. احنا مش بناكل الحاجات دي حبا فيها، احنا جعانين. انا زعلانه منك قوي يا شريف. ليه يا حبيبتي، كنت عايزه اناناس؟ لا يا حبيبي بجد، عماله اتحايل عليك بقالي قد ايه، نفسي اجيب الشيبسي بابو صباع، تحفه تحفه، شفته في الفيترينه كل صاحباتي لابسينه وب 50 جنيه بس، وفي الاخر تصرف في الشاي الفلاني على شويه فاكهه عشان تغذي اللي عندها انيميا حاده دي. انا اصلا من ساعه ما اتجوزتك وانا خسيت. لا انا مستلمك على الميزان، اجيب لك الميزان؟ مش عايزه يا اخويا. هتجيب لي الشبشب ولا لا؟ يا حبيبتي ما انا كل ما اجيب لك شبشب بتنسليه على دماغ ميسون، وانا بصراحه مش هدفع 50 جنيه على دماغ ميسون. ما هي اللي بتستفزني. بستفزكم ايه ايه ايه؟ تعالوا انتوا الاثنين. انا لا لا ده انا هموتكم النهارده. لا معلش ثانيه واحده، في حاجه غريبه. ايه؟ قال يا شريف كل الناس بتكبر وشعرها يبيض وانت بتكبر وشعرك بيصفر. يا حبيبتي اخيرا خدت بالك؟ طبعا خدت بالي، كل يوم اشوفك بترج ازازه الاكسجين بتاعت ميسون. على فكره يا منال، كل كريماتك خلصها على دماغه. الوجه يوم ما تتفقوا عليا كريماتي. لا لا يا جماعه يا جماعه، مش كده مش كده. 100 مره اقول مانالوتا تشوف ميسون. لا حد في عيلتكم مجنون. وميسون تشوف مانالوتا. لا هفتح نفوخك يا قطه. كريماتي ليه يا شريف؟ الا الخيانه، الا الخيانه يا شريف. طب الفاكهة، طب خدي خدي دي واسكتي. طب خدي دي واسكتي. الاكسجين بتاعي ميه الاكسجين. طب خدي ده واسكتي. شوف يا ده سوري، في شوية بيجات على الفيسبوك بيقولوا شوية نكت بتوقعني من الضحك. يا سلام، أو كده بدل النكد والقرف اللي احنا عايشين فيه. أنا عارف الصفقات دي، أنا مشترك فيها، دي بتفصلني من الضحك. كلهم عسل ما عدا واحد بس، يا ساتر يا سوري عليه، راجل ثقيل. أنا ماليش في الصف ده خالص، مش عارفة يا بابا بصراحة بتحبوا القلش ده على إيه؟ شوف المثل ده بقى. بيقول لك إيه؟ الست المصرية تلات أنواع. واحدة بتحب النكد، والتانية بتموت في النكد، والتالتة بتعشق النكد. هي بقت كده؟ ودي فكرتك عننا؟ طب تمام، ماشي يا علي، والله لأوريك. قابل بقى. ما عشان كده انا جمعتكم النهارده، لقيت ان احنا كلنا بنعاني من نفس المشكله، فقلت ليه لا نحلها سوا. عندك حق يا انجي، انا بجد فاطبيه من شريف، يعني ما اعرفش على طول يقول عليا نكديه، يخش يلاقيني بضرب ميسون يزعل، يلاقيني بهزقها يتضايق، خلاص الواحده بقتش عارفه تضرب بوز في بيتها يتقال عليها نكديه على طول. لا ملوش حق. وانا احسن اللي كان بيسمع مني الموشح والموال بمزاج، ده ما كانش ينام غير لما يقول لي تعالي يا حبيبتي يا كاميليا سمعيني الوصله بتاعتي دلوقتي، روحي يا نكديه وتعالي يا نكديه. لا ملوش حق. طب ونعمل ايه في المشكله دي يا جماعه؟ ده شريف ما بقاش ينده لي خالص دلوقتي، بقى يفقعني على طول بالشلوم. امال انا لمكوا ليه؟
علشان عندي خطة ما تخرش المية، ولو فلحت هخليكوا كلكوا تنفذوها وش. الله، فكرة ايه يا انجي؟ انا قررت اغير كلمة نكدية واخليها كوميدية. يعني هتقعدي تزغزغي علي طول النهار صح؟ بس انا ما اقدرش ازغزغ شريف، ده انا لو زغزغته ايدي تنفذ الناحية التانية، ما انتش عارفة اللي بنكرياس عنده لازق في الطحال. بنكرياس ايه وطحال ايه وزغزغة ايه؟ ايه الهبل ده؟ لا طبعا، انا قررت اعمل صفحة على الفيسبوك واخلي فيها بقى نكت وكومنتات ولايكات وشهيصة. نعم يا اختي. ايوه هعمل بيج زي الخليل كوميدي. يا باي ده سخيف قوي، دمه تقيل قوي يلطش. لا بالعكس، ده واد دمه زي العسل وشربات. انا بحبه قوي، ده بيضحكني. بيضحكك الخليل؟ سوري، كل ما تقولي الخليل بضحك اكتر يا والله. طب الخليل، طب الخليل، طب الخليل، 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 الخليل. جميله في هبلك. دمه خفيف قوي. طب والنبي كلمهولنا بقى، انا عشان عايزه اضحك. والنبي اي حد فيكم غيري يتصل، عشان بصراحه معيش رصيد. على طول طول عمرك نتنا. خلاص انا هكلمه واديله عنوان البيت عندي ويجي لنا على هناك، وكده كده علي مش جاي دلوقتي، اهو نقعد معاه براحتنا. بيقول لكم مره واحد قال لخطيبته حبيبتي اول ما زمر لك انزلي، قالت له حبيبي جبت عربيه؟ قال لا جبت زماره. مرة واحد جناين اتجوز واحدة مقطوعة من شجرة. مرة واحد ساب عربيته دايرة رجع لقاها مستقرة. مرة واحد قال لي مامته بتضربيني ليه يا ماما؟ هو أنا بابا؟ من نكتتي أنا الوحيدة اللي بايخة؟ نكلم الخليل. إيه ده، مين ده؟ ده اكيد الخليل كوميدي. لا ده مش الخليل الكوميدي، انا ما ضحكتش. سعيد، سعيد كوميدي. ايوه بس انا طلبت الخليل كوميدي. وانا كمان. ما تقلقوش انا ارخم منه، اطمنوا. تن ترارن تن تن ما حضرتك عطشان؟ تن ترارن تن تن ما. لا ده انت سخيف بقى. مش قلت لكم ما تقلقوش، هتتبسطوا والله. واضح، اتفضل. عايزه الخليل كوميدي. ما بص حضرتك، انا جايباك النهارده علشان عايزاك تعلمني خفه الدم، يعني عايزه ابقى كوميديانه لان جوزي علي بيقول عليا نكديه، بس الحقيقه ان انا دمي زي العسل، فيعني عايزه يبقى عندي صفحه على الفيسبوك واعمل زيك. انا عارفه ان انت بتاخد علق، يعني بسم الله ما شاء الله، ولا الحمار في مطلع. حضرتك الشجره الطرحه بيزقلوها العيال بالطوب وبالتفافه. يا تفافة يزقلوها؟ ايه القرف ده؟ يا سلام، ضايقتك قوي زقلوها وتفافة عدت عادي؟ لا تفافة عادي طبعا. قلتك القرف. طب وحضرتك بالنسبة للشجرة الطرحة دي ايه؟ شجرة طرحة محترمة ما بتبينش براها. تن ترارارن تن تن ما. اديهم يا استاذ يا قاموس الكوميديا. ضحكنا كتير؟ نهزر بقى. حلو، حلو قوي، جميله دي. انا بقى عايزه اعمل زي حضرتك كده، يعني مش زيك بالظبط بالظبط يعني، لان انا مش هقدر اوصل للمستوى العظيم ده والطرحه والشجره، ومش هقدر. بس ده هيكلفك. من عينيا الاثنين اللي انت عايزه، من عندي قبل لعندي، اهم حاجه اوصل لمرادي. هتقول لي مراد مين؟ هقول لك منير مراد، الله يرحمه. معلش ده ما يزعلش، اصل انا مش فاضي، انا مشغول جدا. قول لهم ياض انا رافض ايه امبارح. يلا قول له. اقول لهم يا استاذ؟ قول لهم الست ام سيد اللي على ناصية الشارع طلبته امبارح علشان يسلك لها البلاعه. ايه القرف ده، بلاعه؟ الشغل ده بنعمله ولا مش شغل؟ امبارح امبارح انا رافض شغل في فيلم الاستاذ احمد السقا الجديد. النجم الكبير احمد السقا؟ يا اخي احمد هيتجه للكوميديا يجالك انت؟ يعني هي جت على الاستاذ احمد السقا؟ ما داليا البحيري بتعمل كوميديا وهي شغاله وعارف. لا بص بقى ما تجيبش سيره دالي، انا بقول لك اهو. طب انا عايزه افهم، انت ليه رفضت تشتغل مع الاستاذ النجم الكبير احمد السقا ده؟ احمد السقا يا بنتي، ما المشهد ان الاستاذ احمد متضايق. ممثل قوي ما قعدني جنبه.
هتاخد كلوزات وكل شوية يديني على قفايا حقه، وانا هز راسي واقول له لا. يا ابني ورفضت ليه؟ ده احمد السقا، ده الحصان الاسود 2017. وايه اللي هيضيفولي المشهد؟ ما انا كده كده باكل على قفايا من غير السقا، ما احمد السقا عارف يعني ايه لدرجة انك جيلك واشتكي لك يا دكتور البهايم انت؟ لا دلوقتي من اعتبرك احسن بهيمة عندي وهعالجك، ما تقول ما كده. اي استظراف حديك بالكروكس. اهدى يلا شوف جرى، اهدى شوية، انا كنت فك الاكتئاب اللي انت فيه، خليك معايا. ده طلع تافه. بص يا حبيبي، في فرق بين الهزار والاستظراف، ولا الناس كلها عارفة ان انا بكره الاستظراف. ها يعني هتستظرف هديك بالكروكس. ما تهدى يا عم الحاج، في ايه؟ انا قلت يعني اهدى، الموضوع بسيط. لا مهداش، هتستظرف هتزعل وتجيب ناس تزعل. اعملها تاني كده. تاني قلتلي بقى، يعني انت اسمك سعيد واخوك اسمه عبد حميد والتالت اسمه وحيد، وابوكوا كان دايما بيسموكوا اسامي اخرها ايد ايد ايد، عشان عامل حسابه هتاخدوا على قفاكوا باليد. بعترف مانت ياض. معلش بقى استاذ، القافية حكمت. طب استاذ سعيد، ما تحكي لنا كده موقف كوميدي تاني، يعني احكي لنا شهرتك، طمعنا نبقى زيك لو سمحت. لا موضوع الشهره ده انا مش هتكلم عنه. فاكر ياض لما رحنا محل الاكل الشهير عشان نعمل له اعلانات؟ وطبعا كلته ببلاش. كلت حته علقه، انا مش عايز احكي لك عشان ما تقوليش ده بيكذب كده وبيفشر وبيعرضها. عرضها؟ بتعرضها على ايه؟ دي علقه حضرتك انت الضرب. ضربت ده انا اتعجنت، لسه بقول نكتتين وعلقوني على باب المحل زي الدبيحه. فاكر ياض؟ فاكر يا استاذ، ما تفكرنيش بس والنبي عشان انا جسمي بيقشعر. انا كنت فاكرك حاجه كبيره وحاجه عظيمه. وبعدين حصل ايه تاني يا استاذ سعيد؟ اللي يعدي يضرب، واللي يحسس بايده. هو انت ياض اللي كنت بتحسس ولا ايه؟ عموما حسبي الله ونعم الوكيل، اهو في ميزان حسناتي. يا سلام، يعني احنا كمان هيبقى في ميزان حسناتنا وهناخد علق زيكم كده؟ لا يا فندم، ده على حسب اجتهادك بقى، كل ما تجتهدي اكتر فرصتك في الضرب هتكتر، بس ما تلاقيش هتاخدي مناعه وهم اللي هيتعبوا من كتر الضرب فيكي. طب ما تيجوا نبتدي، ما تيجي، اصل انا بصراحه نفسي هفاني على اللي انت بتقوله ده. ما تيجي نجرب؟ انا رايي نبتدي نجرب فعلا.